رمضان يعني عزومات، والعزومة ممكن تبقى عندك أو أنت رايحة عزومة، ومش شرط إنها تبقى مثلا عزومات بقى حاجة كبيرة يعني، لكن ممكن نقول عزومات الأهل، عزومات العيلة، أنا رايحة أفطر عند أخويا، أخواتي جايين لي، ولاد خالاتي كده يعني، بلاش كل واحد عامل طبق ورايحين نفطر مع بعض. بنلاقي بقى إيه، بقالنا شوية كده في مصر كل واحدة وهي خارجة راحة عزومة أو راحة إيه تبتدي تقول لك انا هلبس ايه. اولا هي عايزه تلبس حاجه مريحه، وعايزه تلبس حاجه ما تبقاش مكسمه عليها، وعايزه لما تاكل تبقى البنطلون مش قافل على بطنها، نريح على طول. يعني حاجه محيره جدا في عزومات رمضان، عشان كده دماغهم بتبقى مشغوله. نلبس ايه في رمضان؟ انت بيجي لك ده يا عبيده؟ يعني ما احنا قلنا بقى في الانترو انا مش قوي بس عادة الستات بيبقوا كمان رايحة بيت، لازم البس حاجة مناسبة، حد جاي لي البيت هلبس ايه، طب رايحين سحور او رمضان نايتس او الحاجات دي، فده اللي هنعرفه من خبيرة الموضة شيرة اللي منورانا النهارده. صباح الخير يا شيرة. صباح الفل. طب احنا كويسين شيرة، يعني معلش بقى يعني انا مش لبسه ولا انا الصراحه، فانت اللي هتساعديني وجلاليب وحاجات كده لا انا ولا، لكن خليني اقول لك ان انا بتابع مثلا ايه، بلاقي على الفيسبوك الترند ماشي ازاي. فلقينا شويه العبايه الخليجي، وبعدين ابتدينا دلوقتي القفطان المغربي، وبعدين لقينا شويه مش عارفه كيمونو زي اللي انت لابساه ده كده. يعني فهمينا بقى ايه، يعني مين اللي ماشي او ايه الموضوع بالظبط؟ بصي، هو الاساس بتاع الموضوع ان الحضاره بتاعتنا والثقافه بتاعتنا العربيه والمصريه قايم فيها استخدام الكيمونو او الحاجات الفلوية يعني، والحاجه الواسعه اذا رجالي او حريمي. هي رجعت تاني مستحدثه، يعني حتى هتلاقي الملابس الصعيدي واسع وكمه زي كم الكيمونو، هتلاقي العبايه الرجالي الصعيدي او فلاحي بيلبسوها دايما، والسيناوي بيلبسوها دايما الرجاله، ولما يجي يتجوزوا بيحطوها فوق الست بتاعتهم اكنهم بيغطوها بيها، احنا بس اكننا استحدثناها. رجعت منين بقى وخصوصا في رمضان؟ بصي، الخليج اول حاجه، هما الخليج عندهم ده زي اساسي في ليله، في ليلات رمضان، وليها اسامي كتير قوي يعني. في قفطان، في عبايه، دشداشه، كل المسميات دي تحت الاساس بتاع الموضوع. اوكي، حسب بقى انت ستايل جسمك ايه والمناسبه بتاعتك ايه، بتبتدي تختاري القطعه اللي انت هتلبسيها. طيب لو انا عازمه ناس عندي في البيت، اوكي، ايه انسب حاجه؟ لو انا صاحبة البيت تبقى مريحة، لازم تبقى شيك ومريحة، لان انا هبقى رايحة جاية على مغرب، عشان لو انا عشان ما بغرفش ما بغرفش، لو حد عندي هو اللي بيسيرفيس على الحاجة مش مشكلة، لو عندي المناسبة كبيرة في مكان كبير مفيش مشكلة ان انا ابقى لابسة حاجة، واقرب انها تبقى دريس كمان. انت ممكن القطعه تعلي تدريس اب او دريس داون، حاجات كمان بقى فيها شغل كتير والتطريزات مش كده يا شيره؟ دي حقيقه، بس ايه المانع ان احنا نبقى كده؟ طيب ممكن تجيب لنا، احنا بنشوف اهو، يعني بنشوف اهو حاجات من شغلك. بصي، كل الحاجات اللي احنا جايبينها دي راشبه، راشا باشا، ايوه، كل الحاجات، الصور اللي احنا جايبينها دي كلها براندات، براندات مصري مبدئيا كده، مصري، كلها لوكال براند مصري. طيب ده يعني احكي لي ده مثلا ايه، يعتبر ايه؟ ده يعتبر قفطان. قفطان، القفطان اللي هو بيبقى مفتوح، مفتوح، عارفه القفطان بتاع مشايخ الازهر؟ هو نفس الفكره، بس احنا بقى ممكن نبقى بخامات اخف شويه. دي حاجه ممكن تلبسيها الصبح مثلا واحنا رايحين الجامعه، احنا خارجين، انت ممكن هم بقوا كمان في رمضان بيلبسوا الزي ده حتى لو رايحين الجامعه، بيلبسوها دلوقتي، طالع ترند قوي 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 السنه دي، ان ده يبقى لبسنا في رمضان الصبح والليل وكل حاجه. ليه لينن؟ تحسي القماش هو لينن، يعني هو كتان، عارفه اللي هو ممكن انت يعني بقى كانه كارديجان طويل. بالظبط، هو كارديجان طويل. في صور ثانيه؟ ده كتير قوي عندنا. طب اهو ده بقى فستان. بالظبط، ده زي البونشو كده طويل. الحركه اللي هي اللي حاصله في الوسط دي معمول بالشال الحطه الفلسطيني. اوكي، داخل فيها الحطه الفلسطيني، والشغل اللي معمول فيه شغل عرايشي وسيناوي و حلو قوي. بالظبط،
حلوة قوي، لذيذ قوي ده. الحزام بس في الوسط احنا ما بنرشحوش لحد عنده بطن او صدره عالي. اوكي بالذات لو هو رفيع. الباتر فلاي ستايل ده يليق على هذا جسم. دي عباره عن فستان وعليها، لا هي كلها قطعه واحده. ده قطعه واحده، قطعه واحده، ده ما ينفعش اسمها باتر فلاي. باتر فلاي ده ما ينفعش صح، ست البيت لو هي عازمه هيخش في الشوربه على طول او في الملوخيه. يعني ده هيبقى صعب بالنسبه لها. بس لو انا معزومه، لو انت معزومه ممكن تلبسيها، لو انت حد بيساعدك، لو انت ممكن يبقى الكم بتاعه ضيق من هنا فانت ترفعيه شويه. طب لو واحده قصيره ده ينفع عليها؟ الخطوط الطويله تنفع، بس بصي الباتر فلاي نفسه لا، لو واسع قوي لا، لو جسمها قليل قوي برضه ما افضلش. طيب والطول بقى اللي زي حالتي وزي حالتك الطوال بيليق عليهم كل حاجه. بالعكس انت لما تلبسي فستان بيسحبك وبيبين جسمك وطولك، وممكن نقسم جسمك بيه اكتر. بس يبقى الانسب الباتر فلاي ولا القفطان؟ ده بصي ده قفطان برضو، كل الحاجات دي احنا بنتكلم فيها ما بين قفطان ودراعه خليجي. بصي ده دريسي اكتر شويه لو انت خارجه سهره او حفله بعد الظهر. هنا هتلاقي الكمام أو السحور اللي هو الحاجات اللي بتتعمل بالليل بالظبط، سحور بالليل. هتلاقي الكمام بتاعته واسعه قوي. انا ما رشحش الكمام الواسعه قوي دي لو حد جنابه عريضه من تحت، لان هي انت الواسع مع الواسع انت ايدك بتبقى مفروده كده، بتبين الحته دي اقرب بكتير. مظبوط. لو احنا مين ينفع معاه؟ لو هو حد رفيع من تحت وعريض شويه من فوق، دي هتبقى مناسبه قوي ليه. يعني مش مجرد لبس حاجه واسعه وخلاص بالداري، لا ده ليها سيستم. بالظبط. يعني انت اكتر حاجه بتشوفيها انت واقفه وايدك جنبك القطعه عامله ايه، والالوان برضو بتاعت القطع. يعني الكات دي لو حد صدره عالي شويه او المنطقه دي عنده الفي نك مع الانفلوب اللي حاصله دي بتسحب ده قطعه واحده برضو. قطعه واحده. قطعه اساسيه ودي فوقيها متثبته. امتى رمضان بقى سيزن فاشن؟ يعني بقوا الديزاينرز هم طبعا كلهم مصريين. مصريين؟ لا هم مش معظمهم، كلهم مصريين. كلهم مصريين ولوكال براند عاديين جدا. يعني بقى مش ديزاينر. واحنا داخلين على رمضان في بقى الكولكشن بتاع رمضان بالظبط، بنحضره من قبلها بشهرين ثلاثه. بقى بصي فاشن بقى لنا ثلاث اربع سنين. بصي ده مثلا ده برضو حلو جدا، بس ما افضلش لحد جنابه برضو عريضه عشان هنا في كشكشه. وده الماتيريال ايه؟ لينن. لينن برضو صح؟ الفكرة التو لاير دي برضو مع بعض، دي برضو من العادات بتاعتنا والثقافة المصرية. هتلاقي كل المشايخ والمذاهب هتلاقيهم بيلبسوا أساسي القفطان وتحتيه زي قميص، وبيبقوا فعلا نفس نفس الخامة. طب ده كمان ده لطيف قوي. ده بالظبط ده بقى العكس بقى. احنا كنا بنقول ايه ده مش لو احنا لو جنابنا عريضة، هنا بقى لو جنابنا رفيعة او عندنا مشكلة في البطن ده بيبقى فيه تحزيمة كده بتدي فوليوم للحتة دي. ده لذيذ قوي. ده ديزاين راجع لإيه؟ ديزاين ما فيش حاجه معينه، بس شويه داخل على مكسيكي حاسه. بس هو الاحمر ده الجزء المحمر تحسي انها في واخده النقش السيناوي شويه. بالظبط بالظبط بالظبط. بس هو مع البوادو روز كده بال ده جدا جدا واخده من من الخامه المجهوله دي درجه منها وشغله البيز بتاعتها. طيب انا عايز اسالك سؤال. يعني اتفضلي شيرة. انا واخده بالي ان كل الماتيريالز اللي احنا عرضناها لنن حاجات خفايف. لا في حاجات اتقل كمان. احنا بس رمضان كل شويه بيبدر وداخلين على الشتاء. طيب صح. هل الديزاينز اللي انتوا حاطينها او الحاجات دي ممكن تتعمل على حاجه بص يعني شتوي؟ دي قطيفه. دي قطيفه اللي فوق. اوكي. هتلاقي القطيفه في حرير وفي ستان. الحرير ستان تفتايه، هتلاقي الحاجات دي كلها شغاله. جبر تقيل، في حاجات كتير قوي 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 قوي. في كمان اللي هي بتاعت العبايات، الماتيريال بتاعت العبايات التقيله اسمه ايه؟ جبردين. حسب انت قصدك، لو حاجه صباحي ممكن تبقى جبردين. ده حاجه ده بيمشي في الشتاء لو رمضان قرب على الشتاء. ده يعني في ستايل زي المنتوهات كمان. انت دلوقتي داخله يعني مثلا احنا بنتكلم لو الناس هتخرج بالليل او تسهر بالليل او تتسحر بره، لا تلج صح؟ تلج يعني عشان اطلع لي مثلا ب لا في حاجات فيها جلابيه كده في حاجات فيها قطيفه ارجع عيانه. لا مش عايزاها. في صوف. في صوف. ما هي دي النقطه. زي نفس فكره المنتوه الطويل.
طب قبل ما نخلص بقى لازم نعرف ايه رمضان نيلز. ايه اللي حصل؟ اللي حصل فين؟ رمضان نيلز. وفي حنة كمان دلوقتي رمضان نيلز. وفي حنة كمان. طب قولي لنا يعني ايه رمضان نيلز؟ معلش انا يمكن متأخرة جدا في الحكاية. ما احنا هنوريكي حالا. هتقول لنا بقى. ايه بقى رمضان نيلز ده بقى؟ بصي ترند طالع. عبارة عن ايه؟ طالع دلوقتي ترند قوي المانيكير اللي محطوط يبقى مرسومه عليه نقوشات وزخارف ليها علاقه برمضان وكده يعني ونجمه وفانوس هي دي وفنانس رمضان وفنانس فنانس ما تهزريش الله اللي موجود والحنه كمان بتاعته الناس بتروح له يعني؟ جدا هو ترند جدا 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 رمضان متغير قوي يا باشا لا وفي كمان رسومات حنه طالعه جدا ومكتوب عليها رمضان كريم وفيها هلال ونجمه حلوه قوي حلو جدا واحنا يعني سعداء استفدنا انا عن نفسي وانا كمان اكتر لان احنا يعني يمكن متاخرين بعض الشيء عن أيوة. الركب لا نورتينا يعني شيرة زقزوقة بشكرك شكرا جزيلا ونورتينا ميرسي اسمحوا لنا بقى دلوقتي نروح لدياب دياب اعتقد انه جاهز بالموجز الرياضي موجز الرياضي يا دياب موجز رياضي